مازلنا مواصلين معكم في عشويتنا لليوم من على اسلامتكم. مرحبا بكم. 56 386 321 هذا رقم الهاتف. مرحبا باتصالاتكم تفاعلاتكم وين ما كنتم. اليوم بحثنا اخصائيه التغذيه شهرزاد كعنيش. مرحبا بك شهرزاد. عسلامه. شحوالك؟ الحمد لله. شهرزاد اليوم نحكيو على ديتوكس هكا ولا هكاك؟ ديتوكس اونيتمون تحب نكون معك صريح، سمعت به برشا في الانستغرام. مش كان في الانستغرام، بارتو ان بارتو. لان ساعات كي نبدا على الانستغرام بارتو الناس كل تحكي لي هيك. كيف تخسر وزن في 3 ايام؟ مشروب سحري. فسر لنا به، ما هو الديتوكس؟ ما هو الديتوكس؟ ساعة اش معناتها الديتوكس؟ اش معناها الديتوكس؟ انا في بالي انا تصفي هكا بدنك، تنظف حاجه، تعمل اكيليبر في خلينا نشوف كلمات صعيبه. ما شوفي بحذا شوف ماني الفرنسا، انا خلينا نبدا نتعلم الفرنسي. ميتابوليزم شو كنا بحذا شوف ماني. شو يخدم الديتوكس؟ باهي ديتوكس هي ستون ابريفياسيون، معناها اختصار بتاع كلمه ديتوكسيكاسيون اللي هي تنظيف ولا ازاله السموم من الجسم. معناها هذايا هو اش معناتها ديتوكس. سوف كو البدن بتاعنا يعمل في الديتوكس وحده. معناها نحن في البدن بتاعنا عندنا اعضاء اللي تقوم المهام بتاعها هي ازاله السموم من البدن. دونك عندنا خمسه اعضاء اللي هو الجهاز الهضمي، معناها المعده، المراره، كل شيء، معناها بصفه عامه الجهاز الهضمي الكل بصفه عامه يعمل ازاله، معناها بعد ما يهضم الماكله فما بارتي كيما الكبده مثلا اللي هي تصفي، معناها ازاله تصفي البدن من السموم اللي باش تدخل لها سويت اون، معناها ديجستيون تاع الحاجات مثلا الدهنيه برشا تاع النشويات. ازاله السموم هذيا ولا معناها بقيه التوكسين تاع الماكله باش تكون سوفورم كيما نقولوا نحن سموم لزجه. باهي تتعدى معناها من بعديك في الطبيعه صحيت. ثاني معناها ثاني حاجه اللي هي الكلاوي. الكلاوي نتاعنا زاد كيف عندها الغول نتاع التصفيه اللي هي شنو باش تصفي هنا، باش تصفي مثلا لي ديشي نتاع لي بروتيين اللي باش ناكلوهم، باش تصفي زاد الدويات، معناها كيف معناها السموم اللي متراكمه من بعد عمليه الهضم والى بعد ما ندخلوا نحن معناها حاجات من بدنا من برا، الكلوه نتاعنا باش تقوم بالتصفيه نتاعها. سينو عندنا الجلده. الجلده اللي هي كيما نعرفوا فما سيور فما العرق، معناها العرق تعرق هذاك كيف سي تو فورم تاع ازاله السموم. حسب ما كنت نحكي انا تو معناها راهو عمليه ازاله السموم والا لو ديتوكس سي ان فينومين ناتوريل موجود في البدن نتاعنا، طبيعي في بدن الانسان. فوالا طبيعي. دونك وين يتبقى شنو هو مشروب الديتوكس اللي عم تقول تحكي؟ هذا هو معناها هالحاجه من بدنا معناها اللي يحكيوا عليها، والا يحبوا يعملوا كومبوزيسيون تكمل وتعاون اللي في بدنا. ساعه ما فماش ماء اسمه ديتوكس والا ان بواسون فما ديتوكس. اوكي مالها هذوكم نمشي نعملوا لهم ديزابوني الكل اللي كذبوا علينا ربي يهديهم. باش نحكي. باهي خلينا نوضحوا. باش نوضحوا شوي. ساعه ديتوكس معناها احنا لهنا باش نعاونوا البدن نتاعنا انه يزيد يخدم دافونتاج، معناها الكبده نتاعنا كي هي قاعده تصفي فك الدهنيات وتصفي مثلا معناها كان تصفي في الحاجات الخايبه اللي داخله البدن نتاعنا، زاد سامحني فما زاد اورجان سيتو اللي هو رويري. كيف زاد عمليه التنفس عباره معناها باش نخرجوا نحن ثاني اكسيد الكربون باش نخرجوا معاه لي توكسين الكل. دونك لهنا كي احنا نرجعوا توا شنو باش نعملوا، دونك كي احنا الكبده نتاعنا لهنا قاعده تخدم في خدمتها وتحاول تصفي، هوني احنا باش نعاونوا. معناها نحن لو ديتوكس اللي ناخذوه هذاك هو عباره باش يعاون باش يخلي معناها لي زورغان نتاعنا يخدموا دافونتاج باش يصفيوا وينظفوا البدن. باهي تبقى لهنا هوني الماكله، معناها حتى الماكله تنجم تكون ديتوكس، معناها حتى الحاجات اللي ناكلوها ومش راهو معناها ما يشملش كان الماء اللي باش نشربوه وك الخلطه السحريه هذيك اللي موجوده اللي هي هذيك تسمى ديتوكس. معناها هوني ان ريجيم اليمونتير ايكيليبري منظم فيه العناصر اللي هي تحاول تنظف البدن كيما مثلا لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده اللي وين نلقاهم؟ نلقاهم مثلا في الاعشاب الطبيه، نلقاهم في معناها كيما نقولوا نحن في البصل، في الثوم، في المعدنوس، في الاحبق، في الغله، في الخضره، هذم الكل فيهم مضادات الاكسده اللي هي تنجم تعاون مثلا الكبده نتاعنا. باغمي الحاجات اللي نجموا نعاونوا الكبده عندنا الثوم، عندنا البصل، عندنا المعدنوس، عندنا الاحبق، هذوما يعاونوا يخليوا الكبده تنظف اكثر معناها السموم. كيف عندنا الكركم، فما دراسات تعملت على الفي نتاع الكركم وعليه معناها الشحم اللي في الكبده والا معناها تنظيف الكبده بصفه عامه، وعندنا القارص. القارص هذاك هو هذا اللي نعرفه، فما زاد قارص زنجبيل، نعناع، تزيدوا زنجبيل. باش نجي من بعد هذوك القارص لهنا اللي في نتاعو اللي هو الفا ستيمولي الكبده نتاعنا باش تخدم اكثر، معناها يلفا اكتيفي لا فوا نتاع ازاله السموم في معناها مش هو كي باش نشرب، معناها خاطر احنا عندنا
فكره مثلا ناكلوا حاجه مشخشخه وبعد كده مش نشربوا ماء بالقرص نقولوا توا يتنحى كل شيء. لا هوني راهو احنا باش نتعبوا البدن نتاعنا، هذاك علاش كي باش نشربوا القرص بيوتيتخ معناها ينجم يعاون اكثر انها الكبده تصفي، اما معناها مش باش يحرق لي الدهون اللي كليتهم ومش باش يحرق لي الشحم ولا هذوك كلهم ديزيدي غلطين معناها راهو عمره. تصور واحد بعد تريح مشوي بعد صحي بعد رايح مشوي كيس ديتوكس صفيت بدني واو. هوني بعد هوني شنو هوني احنا عنا بعد رايح المشوي هذاك دونك احنا قلنا المشوي دونك الحمش طلع لنا الكوليسترول شي باش طلع لنا شويه ضغط الدم معناها باش تولي التوسيون تطلع شويه دونك لهنا القارص هذاك باش يطيح شويه التوسيون وباش يعدل معناها هذيك هي اللي فهمت مش معناتها باش يحرق الحكايه اللي هو اللي هو كليهم دونك لهنا معناها كي تبدا وجبه غذائيه نتاعنا فيها برشا حاجات معناها فيها الالياف الطبيعيه فيها الاوميغا 3 فيها مضادات الاكسده هوني تتسمى وجبه غذائيه سو فورم دو ديتوكس ديتوكسيفيانت هوني زاد كيف كيف عندنا كيما قلت لكم عندنا الكلوه الكلوه لهنا تخدم في خدمه تنظف في الـ في الـ معناها في لي ديشي كيما قلنا لي ديشي نتاع في الماكله نتاعنا الماكله نتاعنا خصيصا البروتيين معناها لي بروتيين لهنا كي نبداو احنا نعملوا في ان ريجيم ايبر بروتييني معناها فيه برشا بروتيينات والا مثلا ناخذوا في الدويات وكل لهنا الكلمه نتاعنا تتعب شويه حتى باش تصفي اكثر دونك لهنا ماذا بينا العبيد اللي هكا بعد رمضان بعد ما كلينا كميات مثلا نتاع اللحم اكثر من قبل ولا بعد ما كلينا حاجات اللي نعرفوها اللي هي باش تعبلنا الكلوه نتاعنا والا الكبده نتاعنا لهنا جوست من بعد رمضان نعملوا كيما نقولوا نحن اون كور دو ديتوكس اللي نحاولوا نقصوا في الحاجات المقليه نحاولوا مثلا ناخذوا لي بروتيين اللي ماهمش ما فيهمش برشا اسيد يوريك مثلا ناخذوا العظم ناخذوا اللحم اللي مش اللحم الشارف معناها اللحمه تبدا معناها صحيت اكزاكتومون دونك نبداو ناخذوا الحاجات اللي ما فيهمش برشا اسيد يوريك ما فيهمش برشا البروتيينات اللي تعمل لنا معناها لي بيورين اللي هما باش يتعبونا الكليم نتاعنا كيف كيف كان خدينا برشا مقلي في رمضان والا كان كلينا برشا حاجات معناها مشخخه فيها مجبونات والكل نحاولوا من بعد رمضان نوليو نلجأ للخضره اكثر للغله اكثر للسوائل دونك هاني باش نجي توا للسوائل اللي مثلا نجمو نحطوا فيهم شويه زنجبيل نجمو نحطوا فيهم شويه قرفه نجمو نحطوا يعني فيهم شويه يعني مش ممنوع انه نستعملوا معناها الفورمول نتاع ديتوكس الفورمول اما لا هوني جوست نحب نصلح لي دي اللي عندنا غلطه عاد راهي مش هي اللي تصفي راهي مش هي اللي تصفي راهو احنا عندنا لي زورغان نتاعنا ديجا يصفيو احنا هذوك ما مجعولين باش نعاونوا بهم لي زورغان نتاعنا دونك يعني هنا 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 وين يكون منصوح به ديتوكس صحيت باش نعاونوا باش نعاونوا معناها باش مثلا خاطر لهنا كي نجيو نشوفوا مثلا فما ديتوكس ناتوريل معناها اباز دو بلونت ناتوريل مثلا يبدا فيهم الزنجبيل ولا يبدا فيهم القرفه ولا يبدا فيهم مثلا ما نعرفش ايه لي زيكستري هذوما نتاع الحاجات هذوما لهنا ينجموا يعاونوا مثلا اللي عنده زاده مشكله في السنسيبيليتي نتاع لانسولين معناها لانسولين نتاعو ما تخدمش بالكدا لهنا القرفه تعاونوا نجموا تعاونوا بالكدا فوالا باهي اش قال لك نمشيو مع بعضنا تو البن عروس نستقبلوا معنا مدام سماح الو على السلامه الو شو احوالك لاله الحمد لله دونك تحية ليك وكل يتابعوا فينا في بن عروس مدام سماح شنو سؤالك لليوم؟ أنا حسيت بالوظيفة ديتوكس حتى اللي عندهم فقر الدم يعني يروحش بيهم نورمال تعمل واضح وصل سؤالك يا سماح تحية ليك تابعنا تو في المباشر شهرزاد إن شاء الله باش تجاوبك على السؤال هذا نعاود نذكر رقم الهاتف قدامكم على شاشة 56 386 321 كان عندكم أسئلة لشهرزاد كعنيش مرحبا بكم وين ما كنتم فقر الدم وديتوكس شهرزاد فما علاقة بيناتهم منصوح بهم إليفيت شنو هو الحل؟ لهنا فقر الدم وديتوكس لهنا ماذا بينا اللي عندهم فقر الدم يبعدوا على القارص بصفة عامة على خاطر ينجم يطيح لهم الدم يطيح لهم التونسيون دونك ينجم معناها يحسوا بالدوخه والكل اما بون لهنا هو لما حالة الحاجات اللي فيهم الفيتامين سي بالعكس تحسن من فقر الدم ديجا انتم حكيتوا نهار الثلاث على مشكله فقر الدم وقلنا راهو اللي الفيتامين سي اي لوغمونت لابسوربسيون تاع الفيغ معناها يقوي من عمليه امتصاص الحديد في اللي باش ناكلوه من اما هون الفيتامين سي منين باش ناخذوه نحاولوا ناخذوه من حاجات اخرى مثلا ناخذوه من الطماطم ناخذوه من الكيوي ناخذوه من الفلفل وحاولوا القارص مش برشا برشا معناها الماء ما يكونش غني برشا بالقارص كان باش نعملوه اما هاني قلت معناها مش نعملوا كان على المشروبات اللي فيهم الاعشاب هذوما ولا فيهم الحاجات هذوما ماذا بينا تكون الماكله نتاعنا كلها صحيه خاطر سا سيغ ريان معناها ما فما حتى فالور اجوتي كان انا ناكل ماكله ماهيش منظمه ونمشي نشرب ماء فيه شويه قارص ولا شويه نعناع ولا شويه فقوس ماكلتي تكون منظمه وقت نكمل نكمل
ديتوكس راهو مش الماء. معناتها بالفيلم ديتوكس اللي هو بلي سوكس بالحاجة. ديتوكس ماكلة كاملة، سيت اون اليمونتاسيون ابوت انها تنظف لي البدن وتعاون انه البدن بتاعي باش ينظف اكثر. فما اوقات معينة دو بريفيرونس انه نمشي اكثر لديتوكس؟ باهي معناها اون كور ديتوكس بصفة عامة، باهي لهنا مثلا من بعد رمضان نجموا مثلا العباد اللي كليت برشا حاجات ماهيش صحية، ولا مثلا كليت برشا سكر، ولا مثلا في العيد كليت برشا سكر كيما الحلو نتاعنا اليوم. ديجا هكا ما غادرتش الشيف. انا ما عنديش مشكله. مش لهنا يا شيف، مش موجود. انا راني ما عنديش مشكله مع الحلو في العيد. حق نتاع ربي كيما قال. والله حتى انا كيفك ما عندي لا كيما قالت الشيف مروه. في العيد لا بخلاف العيد. لا لا بخلاف العيد نولي وقتها ننظروا في الموضوع، الحق نتاع ربي. اما كيما قالت الشيف مروه العيد يجي مره في العام. مش كل نهار عيد. معناها كي واحد باش يمشي ونعيدوا ولا واحد باش يقول لك والله خذ كعبه حلو الكل، نجم تاخذ كعبه حلو، اما شنو فرطه ولا تفريط، مش زاد ناكلوا كيلو حلو معناها في نهار. انا عادي لو نضحي بالعيد الصغير، المهم العيد الكبير خليه على جنب. لا انا كل عيد كبير نقول لي دمره. في كل انا مثلا انا نقول في كل مناسبه ما نحرموش رواحنا. مش على خاطر نعمل في ريجيم نجي في العيد ما ناكلش، ولا في العيد الكبير العيد نجي مره برك في العام. هو كل نهار جديد مناسبه راه. مانيش حارم روحي حتى لي 27 خاصه لي 27 افكتيفون. باهي اوكي الدنيا دوره باهي ولا ريتي باهي دونك انا ما كنتش عايز سمعتكم تحكيوا على 27 اخويا. يزي يزي والله يجونا بعض المشاهدين شنو الحكايه راه باهي. فما فما معناها فما فما وقت معين دو بريفيرونس انه نميلوا اكثر لل كيما قلت باهي وقتاش نعملوا ست كور نتاع ديتوكس. باهي مثلا كي كان بلبزنا نحن في الماكله برشا والبدن نتاعنا تعب وما عادش مثلا نحسوا اللي عنا دي هكا نحسوا روحنا متقلقين حتى البو نتاعنا ولا تغنوا الكل، مثلا لهنا ماذا بينا نبدلوا من العادات الغذائيه نتاعنا ونلتجؤوا انه تكون الماكله نتاعنا سو فورم دو ديتوكس كيما قلت لكم، تكون فيها برشا اعشاب طبيه. مثلا في التفويح زاد نستعملوا الحبق، نستعملوا الكليل، نستعملوا الزعتر، نستعملوا الحاجات اللي باش تعاون البدن نتاعنا، نحطوا بازيت كركم، نحطوا بازيت زنجبيل في الماكله نتاعنا. ما نعرفش كان شيف مروه تستعمل زنجبيل في كوجينتها ولا لا. نحبوا برشا الزنجبيل وما فاتوش يبنن على الاخر الماكله، راهو نجموا نحطوه معناها في لي روبا نتاعنا والكل. دونك لهنا هذا معناها بعد معناها بعد شيك نجموا نشربوا الماء، اما الكور ديتوكس اللي جايه نحكي عليها اليوم راهو ماهوش الماء اللي مخلط بالقارص والنعناع والفقوس. الكور ديتوكس اللي نحكي عليها اليوم هي فوالا سيت اون اليمونتاسيون فاريي ايكيليبري، يبدا فيها بازيد اعشاب طبيه، يبدا فيها بازيد البهارات اللي عندها البيوت نتاعها ثيرابوتيك كيما الجنجبر كيما الكمون كيما الكركم كيما القرفه. دونك هذايا الكل. سينو والا زاد فما عبيد اللي مثلا لهنا كيف كيف تعمل في ان ريجيم والريجيم هذا ما عادش ماشي معاهم بالكدا، ولات فما اون سارتان ستاغناسيون معناها وقتها البدن نتاعهم ما عادش يحرق بزاف. ماشي توا كيما يزال تولي الماكله نتاعها تتعدل. هوني تولي الماكله نتاعها تتعدل، نشوفوا حاجات معناها تنجم الغوبوست لو سيستيم، تنجم تعاون على عمليه ازاله الدهون، مش تحرق الدهون، تعاون على فوالا المفردات لازم تكون صحيح. في صحيح اكزاكتومون، راهو عمره ما كان القارص يحرق شحم، عمره ما كان الزنجبيل يحرق شحم، وعمره ما كان خاطر الشحم عباره على ليه نتاع علوش، معناها انت كي تحط قارص فوق ليه علوش تذوب ما تذوبش. اما انتم حرقتوني على 27 ما يسالش عادك حرق روحك جمله. خلينا نمشيو لاريانا معنا مدام فوزيه من اريانا. الو على السلامه. السلام عليكم. شو احوالك لله؟ لاباس الحمد لله، ان شاء الله انت تكون لاباس وبصحه عليك. ربي يعزك عايشك يخليك. شكرا بالله. عايشك. ربي يخليك فوزيه ربي يعزك. هكا شاف ديجا جاتنا بمقصه جديده في شعرها هكا ولا واتتها ولا عايشك. والله لي والله عاقل الساعه اسال والله عاقل واحد ربي يخليك ويعزك يا فوزيه ربي يعزك. شنو سؤالك لليوم لله؟ اي وياكل بالزيت يحط فيه صار كيفاش من تطلع عليه الماكله كيما نقولوا. اوكي دونك انت تحب كيما نقولوا علاش قاعد ياكل ومش قاعد يسمن؟ هوني راهو فما مشكله في اي وتحب زاده كيف كيف سوليسيون باش انه نوع ما يهز شويه صح. شنو الحاجات اللي نجم ياكلهم باش يهز بهم صحته؟ هذا وبرغم ان انا عندي كرش مش بارتي انا شويه في الولاده تطلع الكرش.
واضح لل أنت تبعنا في المباشر. أنا نسلم عليك برشا برشا، شكرا على روحك وشكرا على اتصالك معنا ووفائك لينا. نسلم عليك برشا برشا فوزية من أرينا، تحية ليك شيرازيت. بالنسبة للعباد اللي قاعدة تاكل وعندها مشكلة متاع سوء تغذية، معناها سوء معناها كيما نقولوا معناتها هو ياكل والماكلة ما تبانش، وني راهو على غالب معناها فما عباد الفيزيولوجي نتاع البدن نتاعهم تحرق برشا. لهنا بوتيتر الماكله اللي ياكل فيها اللي سو فورم دو كالوري فيت. شنو معناتها كالوري فيت؟ كيما نحنا العباد اللي عندهم معناها مشكله في ميزان الطالع، يبداو ياكلوا حاجات مثلا في ساعه ما يطلع عليهم. مالوغوزمون العباد اللي ضعيفه كي ياكلوا الحاجات هذوك ما يسمنوش. معناها هوني سي لانجستيس دو لا فيزيولوجي. معناها كان واحد ضعيف وعنده مشكله نتاع ضعف ياكل كيلو حلو مش باش يسمن، كان واحد عنده مشكله نتاع سمنه ياكل كيلو حلو يسمن. هذاك لي سكرو رابيد، الحاجات نتاع الشارع، الحاجات المشخشخه، الحاجات اللي ماهيش هيلثي ان هيلثي، راهي ما تسمنش العباد الضعاف، هذوك ما يتسموا دي كالوري فيت. لهنا شنو ينجموا يعملوا؟ يعملوا تو نحكي من هريخ كان هكا على مشكله معناها كيفاش تعديل كيفاش هوني شنو ينجموا ياكلوا؟ مثلا يعملوا لونغيشيسمون، مثلا بزيد الحاجات اللي فيهم برشا دي كالوري باهين، الفاكهه، الشريحه، معناها الفواكه المجففه والفاكهه، معناها لهنا ينجم ياخذهم بازيد، معناها يجيبوا اكثر دي كالوري. البنان، الدقله، في عظم يشرب الحليب معناها الحليب الباكو ازرق، ينجم يشرب الحليب الدسم الباكو الاحمر. دونك هذوما فوالا، دونك هذوما الماكلات اللي نجموا يخلي العبد يسمن، مش لي كالوري فيد، مش معناها السكريات سريعه الهضم، ومش الحاجات المقليه والكل، هذاك الكل بالعكس يسمن اللي عنده مشكله نتاع سمنه وما يسمنش اللي عنده مشكله ضعف. باهي بريفمون في كيكو سكوند، مشكله الكرش تحب نحكي فيها اليوم ولا نجموا خلولها حلقه؟ احنا ديجا كنا حكينا عليها قبل مشكله الكرش، مي مشكله الكرش بصفه عامه مربوطه بسكريات سريعه الهضم بصفه عامه، مش مربوطه بالبيك نتاع الانسولين بعد الولاده. قالت فوالا بعد الولاده لهنا كيما لازم تكون الماكله نتاعها منظمه وفيها الحاجات ليكيليبري، معناها ان ريجيم ايكيليبري ما فيهوش برشا زوائد، معناها حاجات زايده. كيما هوني لازم البراتيك لو سبور، معناها حتى سبور لازم يكون موجود، ليزيكزارسيس دابدومينو، معناها الحاجات اللي تنجم تكبس لنا الكرش. دونك هو راهو سبور وال والنيوتريسيون ما يتجزؤوش، معناها يكملوا بعضهم الحاجات، معناها الريجيم لازم يكون تنهاريخ، نحكيو على ريجيم ازاله الكرش والكل. دونك ما فماش نبعدوا على السكريات سريعه الهضم، هذيك اول عدو للكرش هو السكريات سريعه الهضم والغله. والغله معناها سكر الغله وسكر السكر اللي يتحرق في ساعه اللي حكينا عليه الجمعه الاخرى. بخلاف هذا عندنا اسبوغ، لازم يكون هو المصوح به، لازم يكون حاضر مع الناس الكل في الاوقات الكل. شارزت كان يعطيك الصحه، شكرا على حضورك. دونك تو مشيت تحضر عشاء كاك مش نسالك شو دبرت اليوم؟ خممت في حاجه كم بارتجيو بالله، توا اخصائيه التغذيه برشا ناس يقول لك شنو الطيب وانتم في ديركم تاكلوا كيفنا؟ ناكلوا كيما العبيد جست لهنا المود دو كويسون يختلف شويه، معناها ما نقليش في الزيت برشا والكل، هكا معناها في البارد نطيب كهو، معناها ما ناكلوا كيما العبيد وصلايت يكونوا موجودين. وصلايت يكونوا موجودين، يعطيك الصحة. شهرزاد كعنيش، نحن نخرجوا فاصل ونستقبلوا بحذانا جمعية الشباب المبدع والواعي باش نحكيوا معاهم على التظاهرات نتاعهم والأنشطة نتاعهم. فاصل ومن بعد نرجعوا ما تبعدوش.